إذا كما شاهدت تتويج الترجي الرياضي بعد مقابلة كبيرة ضد الزمالك المصري سعد مجيد، الترجي مرة أخرى في كرة اليد للمرة الثانية يكون متواجد في مونديال. الزام سوبر صحيح. الله يشوف، هو الانتصار الجيد ضد الأهلي المصري، معناها ربما الزمالك الزمالك عفوا ينسينا في الخيبة نتاع معناها المنتخب اللي خسر مع المنتخب في المصري كأس أفريقيا في مع مصر، وهذا معناها يعطي اسانتون بسيكولوجيك للفرق التونسيه، معناها خاطر ديما كنا فما منافسه كبيره ما بيننا وبين المصريين. الترجي خدم برشا، معناها البطوله اللي هزها في تونس شفنا المقابله جاب برشا من لاعبيه، مدرب معناها كوفا، شفنا المقابله مع نادي افريقي كانت في مستوى عالي برشا، معناها لو نيفو كنت رايشي كانت احسن تحضير للمقابله تاع الزمالك بالطبع، خاطر معناها ريت هذيك المقابله هي تجيب لك السوبر، معناها لقد الله قولوا قد الله، كان اي فريق النادي الافريقي اللي يشارك ولا الترجي كان يشارك ويخسر حتى من الناحيه المعنويه يمشي معناتها منهار، هذاك اعطى دفع معنوي كبير برشا ومنها تتندي فيه، خاطر المصريين معناها في مولعين بالكره اليد وحتى من الناحيه البدنيه وجسمانيه قويين برشا. قول ان اكسبوا معناها اليوم نهنيو الترجي السوسي بالانتاج هذايا وان شاء الله معناتها المزيد. منير، في الاربع سنوات الاخيره مرتين الترجي، مره النجم ومره النادي الافريقي، يظل لي معناتها الفرق في هذا الكل. احسن نقطه في هذا الكل الزمالك يحب يعاود المقابله نتاعو يعني حاجه تضحك، هذه حاجه تضحك بالحق. اكيد اللي ترجي مبروك للترجي سال الحصول للكاس هذه الممتازه، والحاجه الباهيه اللي لعب باسم تونس وشفنا اللاعب محمد علي بحر صحيح ابن المكرمين جميلة ياسر اللي ترجي لعب باسم تونس ماهوش باسم ترجي، ومبروك مره اخرى وتحيه للاعبيه الحمامات اللي كانوا حاضرين في القاعه وقت اللقاء ويغنيوا في غنيات نتاع الجماهير نتاع الترجي الرياضي التونسي حتى الاخر. سعد مجيد معناتها اللاعبين كانوا موجودين شاركوا هما في كاس الكؤوس اللي بدات اليوم، واليوم الفريق انتصر، جمعيه الحمامات انتصرت والترجي الرياضي كذلك انتصر، اللاعبين كانوا متواجدين وشجعوا الترجي لاخر وقت. والله هذيك الرياضه احنا لعبناها، احنا كنا هكا التفكير نتاعنا ديما كان رياضي، ما نخرجوش قبلتو الكره الطايره ولا كره اليد ولا كره القدم، ما هي منافسه مده 90 دقيقه ولا مده غشوات وتوفى تقعد علاقات. اليوم انا نتمناه معناتها وكما قال كلمه باهيه منير، ترجي مثل تونس احنا يعني في الفرقه نتاعنا معناتها تمشي الالوان، وقت تبدا تظاهره افريقيه ولا عالميه ولا يلزمنا نسيب الالوان، ومعناها برافو للحمامات، برافو للجماعات كل اللي ساندوا بعضهم. احنا قبل